كانت موجودة في لوقا في لوقا من عدد 26 ل 39 وساروا في كرة الجدريين التي هي مقابل الجليل ولما خرج إلى الأرض استقبله رجل من المدينة كان فيه شياطين منذ زمان طويلة وكان لا يلبس ثوبا ولا يقيم في البيت بل في القبور فلما راى يسوع صرخ ورخر له وقال بصوت عظيم مالي ولك يا يسوع ابن الله العلي اطلب منك ان لا تعذبني لانه امر الروح النجس ان يخرج من الانسان لانه منذ زمان كثير كان يخطفه وقد ربض بسلاسل وقيود محروسا وكان يقطع الربط ويساق من الشيطان الى البراري فساله يسوع قائلا ما اسمك فقال لجيون لأن الشياطين كثيرة دخلت فيه وطلب إليه أن لا يأمرهم بالذهاب إلى الهاوية وكان قطيع وكان هناك قطيع خنازير كثيرة ترعى في الجبل فطلبوا إليه أن يأذن لهم بالدخول فيها فأذن لهم فخرجت الشياطين من الإنسان ودخلت في الخنازير فاندفع القطيع من على الجرف إلى البحير واختنق فلما رأى الرعاة ما كان ما كان هربوا وذهبوا وخبروا في المدينه وفي الضياء فخرجوا ليروا ما جاء ما جرى وجاءوا ليسوع فوجدوا الانسان الذي كانت الشياطين قد خرجت منه لابسًا وعاقلا جالسا عند قدمي يسوع فخافوا واخبرهم ايضا الذين راوا كيف خلص المجنون فطلب اليه كل الجمهور كوله الجدريين ان يذهب عنهم لانه اعتراهم خوف عظيم فدخل السفينة ورجع أما الرجل الذي خرجت منه الشياطين فطلب إليه أن يكون معه ولكن يسوع صرفه قائلا ارجع إلى بيتك وحدث بكم صنع الله بك فمضى وهو ينادي في المدينة كلها بكم صنع به يسوع آمين شكرا شفای دیوانه به این ترتیب در سرزمین جدریان که مقابل استان جلیل است به خشکی رسیدند همین که عیسی قدم به ساحل گذاشت با مردی از اهالی آن شهر روبرو شد که گرفتار دیوها بود مدتی دراز نه لباس پوشیده بود و نه در خانه زندگی کرده کرده بود بلکه در میان گورستان به سر می بود به محض اینکه عیسی را دید فریاد کرد و به پاهای او افتاد و با صدای بلند گفت ای عیسی به سر خدای متعال از من چه می خواهی؟ از تو التماس می کنم مرا عذاب نده زیرا عیسی به روح پلید فرمان داده بود که از آن مد بیرون بیاید آن دیم بارها بر او حمله ور شده بود و مردم او را گرفته با زنجیرها و کنده ها محکم نگاه داشته بودند اما هر بار زنجیرها را پاره می کرد و آن دیو او را به بیابانها می کشانید. ایسا از او پرسید اسم تو چیست؟ جواب داد سپاه و این به, این و این به آن سبب بود که دیوهای بسیاری او را به تصرف خود درآورده بودند. دیوها از عیسی تقاضا کردند که آنها را به چاه بی انتها نفرستد. در آن نزدیکی گله بزرگ خوکی بود که در بالای تبه می چریدند. و دیوها از او درخواست کردند که اجازه دهد به داخل خوکا بروند. عیسی به آنها اجازه داد. دیوها از آن مد بیرون آمدند و به داخل خوکا رفتند و آن گله از سراشیبی تبه به دریا جست و غرق شد. خوک با آنان آنچه را که واقع شد دیدند و پا به فرار گذاشتند. و این خبر را به شهر و اطراف و آن رسانیدند مردم برای تماشا از شهر بیرون آمدند وقتی نزد عیسی رسیدند مردی را که دیوها از او بیرون رفته بودند لباس پوشیده و سر عقل آمده پیش پای عیسی نشسته دیدند و حراسان شدند شاهدان واقعه برای آنان شهر دادند که آن مرد چگونه شفا یافت بعد تمام مردم ناحیه جدریان از ایزا خواهش کردند که از آنجا برود زیرا بسیار حراسان بودند بنابراین ایسا سوار قایق شد و به طرف دیگر دریا بازگشت مردی که دیوها از او بیرون آمده بودن اجازه خواست که با او برود اما ایسا به او اجازه نداد و گفت به خانت برگرد و آنچه را که خدای خدا برای تو انجام داده است بیان کن آن مرد به شهر رفت و آنچه را که ایسا برای او انجام داده بود همه جا پخش کرد آمین شکران ربی انگلش. سیرا کرستینا They sailed to the region of the When Jesus stepped ashore, he was met by a demon possessed man from the town. For a long time this man had not worn clothes or lived in a house, but had lived in the tombs. When he saw Jesus, he cried out and fell to his feet, shouting at the top of his voice, What do you want with me, Jesus, son of the most high God? I beg you, don't torture me. For Jesus has commanded the evil spirit to come out of the man. Many times it had seized him, and though he was changed hand changed hand and foot and kept under guard, he had broken his chains and had been driven by the demon into solitary places. Jesus asked him, What is your name? Legion, he replied, because many demons had gone into him. And they begged him repeatedly not to order them to go into the abyss. A large herd of pigs were feeding on the hillside. The demons begged Jesus to let them go into them, and he gave them permission. When the demons came out of the man, they went into the pigs, and the herd rushed down the steep bank into the lake and was drowned. Then those who were tending the pigs saw what had happened. They ran off and reported this to the, the town and countryside. And the people went out to see what had happened. When they came to Jesus, they found the man from whom the demons had gone out sitting at Jesus' feet, dressed and in his right mind, and they were afraid. Those who had seen it told people who how the demon-possessed man had been cured. Then all the people of the region of Guernsey asked Jesus to leave them because they were overcome with fear. So he got into the boat and left. The man from whom the demons had gone out begged to go with him, but Jesus sent him away saying, Return home and tell pe how much God has done for you. So the man went away and told all over the town how much God Jesus had done for him. God bless you guys. Thank you. Thank you.

يقول عليه الكتاب انه كان في شياطين كثيره That this had a lot of in him. وقال الكلام ده في عدد 27 وعدد 30, and verse uh, 27 and 30 was this. وقال ان الشياطين كانت موجوده فيه زمانا طويل وانا حابب النهارده بسرعه اتامل في ايه اللي عمله الشيطان في هذا الرجل وبعدين تعال نشوف موقف الناس اللي حوالين الرب. وبعدين تعالى نشوف يسوع عمل في هذا الرب. عشان كده موضوعنا كله متركز في الايه اللي اتذكرت عاده 35 لابسا وعاقلا جالسا عند قدمي يسوع. عشان كده موضوعنا النهارده عنوان. That's why the message or the title of our message راحة. The rest. عند قدمي يسوع. at the feet of Jesus. راحة. Rest. عند قدمي يسوع. اتكلمنا الأسبوعين اللي فاتوا عن We spoke الراحة. Spoke a couple of days, uh, sorry, last week. النهارده هندي مفتاح جديد لهذه الراحة. Rest, and we're give عند قدمي يسوع. How to rest at the feet of Jesus. عمل إيه الشيطان في الراجل ده؟ What did the devil do to this man? Verse 27, he said that he was unclothed. As it actually says, put no clothes on. He could not handle any clothes. The devil made him feel that he should not have any clothes on him. In our words, that he's not covering, not covering him. معري الري. خد بالك من النقطة دي لأن إبليس بيعملها ما زال يعمل hey, الأمور دي. يمكن يمكن إحنا بنشوف النهاردة مش كل الناس اللي عليها شياطين بتجرح في نفسها وتعمل الأمور دي لكن ما زالها مقيدة في ناس كتير مقيدة. هنا بيقول إبليس كان معري it says that the devil put, takes off his clothes Iblis, though, if you, machine, you. If you'd give the devil a choice then he's how will you expose, you expose you or make you naked ما تحطش ايدك في ايد ابليس. ما تحطش ايدك في ايد الخطيه. لانها في الاخر هتعريك. في الاخر هتفضحك مش هتدي لك، مش هتدي لك راحه الغطاء. يقول عليه كمان ايه؟ في 27: لا يقيم في بيت. He had not ما عندوش بيت he ولو عنده مش قادر يقعد فيه والبيت بيتكلم عن الراحة والبيت بيتكلم عن الأمان But about, uh, the talks about protection. إبليس مش مديله الفرصة the devil does not give him any chance إنه يأخذ راحة وياخذ أمان to give rest and give comfort البيت protection. ممكن يكون متاح لي لكن هو مش قادر يحتمله it may give him protection but he cannot stay in there and be comforted مالوش بيت he has no home أنا عارف كل واحد فينا بيخرج زي ما يخرج I know everybody that goes out and does does whatever they want وآخر اليوم يقول لك the end of the day, أروح بقى I, I want to go home كفاية. It's enough. حابب ارتاح I rest. البيت مكان الراحة so أنا حابب اروح ارتاح home, الشيطان مش حابب يدي لك هذا النوع من الراحة الراجل ده ما كانش يقيم في البيت This man does not have a home. مالوش راحة Has no rest. مالوش أمان ويقول no كمان عليه إنه مسكنه القبور But he went around in tombs. وكان يروح يسكن جنب الاموات. He used to live around the tombs. حتى في المكان ده even in that place مش لاقي راح. He has no rest. تعرف في ناس بتوصل لمرحلة انها بتتمنى الموت؟ You know that there are people that would wish that they would die. تعرف ان في ناس بتوصل من مرحلة الألم People الجسد انها تتمنى الموت ما بتلاقيهوش في ناس مرحله الالم النفسي بتوصل لمرحله انها تتمنى الموت ما بتلاقيهوش هو حطه فين مع القبور ليه؟ علشان يوصل يشوف الناس الميتين دول so he can see those who were dead, ان هم مرتاحين وهو مش قادر يوصل حتى للموت مش قادر not حتى في دي مش لاقي راحه كمان في عليه شي 29 شيء uh, شد انتباهي شويه انه كان بيخطفه that he used to him. يعني بيخطفه يعني ايه بياخدوا من البلد دي ودي بلد تانية يعني بياخدوا من المدينة دي ودي مدينة تانية يعني لا لو كان عمل كده كانت المدينة دي ارتحت منه لكن المدينة دي بيعلنوا إن هما كان عندهم مشكلة في هذا الرجل وكانوا بيربطوه ويأيدوه أمال يعني إيه What do you mean by snatching him? ال, ال الكلمة اختطفوا دي في اللغة الأصلية بتقول إن هو كان بيخطفه يعني يشيله من المكان اللي هو فيه كده ويروح رميه في مكان تاني yeah, it snatches or seizes him It would be taking him from one place, snatching him out of there or seizing him out of there and placing مش, him in another. مش, مش he's not okay. patting him. In that place. Please, فضلك, oh, oh, please come with me. there can be shiru and make him snatch him out of there. and throw him in another place. why? why did you do that? because the nature of man. (بيبقى بي مألوفة الأمور بالنسبة له ويتعود عليها) He will

يعني ايه تاخذ عليها؟ you, بمعنى انك ابتديت تشعر بالراحة رغم الظروف الصعبة تبتدي تاخد راحة عليها هو مش مبسوط ان يشوفك رهب مرتاح <laughs> يحطه في, في المكان ده بالأزية اللي موجودة في المكان ده والمساوئ اللي موجودة في المكان ده والمتاعب اللي موجودة في المكان ده الراجل يبتدي يتعود على المكان ويتعود place. على مشاكل المكان ده معناه انه ابتدى يرتاح في المكان يروح من هنا تحت تحت من هنا ويروح رميه في حته ثانيه يروح في حته ثانيه يبتدي يرتاح يأخذ على نفرة حرارة الشمس مثلا والشمس تكون قوية ويبتدي ياخد على الحرارة His خلاص خدت so, عليها ويروح so شايله منها برضه وحطه في حتة تاني مش حابب يشوفه في مكان مرتاح أبدا أنا بوري الصورة وقد إيه صعبة. I want to just show you, make you imagine how hard the situation is. لأنه الشيطان بيبتدي معاك بشيء سهل وبسيط. Because the devil will start with you with very small and simple things. وكل بساطة يقول لك تعال نجرب. So that, come, let's try. هيحصل إيه لما نجرب. What's going to happen if you just try? شيء بسيط. That little thing. بكرة يبقى أكبر. It's going to be bigger. بعده أكبر. Or tomorrow will be bigger. ممكن في يوم توصل لهذه المرحلة زي الرجل خد بالك Be aware. ما تحطش ايدك في ايد الشيطان Don't place your hand ما in the تحطش of the ايدك table. في ايد الخطية يقول كمان الكتاب في عدد 29 The Bible also says in verse 29. لما كانوا يربطوه علشان يحدوا من اللي ممكن يعمله. When they would bind him to limit him of what he can do. كان الشيطان يقطع له الربط the devil would break the bands او التشينز هو هو الشيطان بيحاول يحرره يعني ولا ايه لا 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 does that بيش mean بيش the devil is trying to set him free no ما كانش بيعمل كده لا no he was not shedding, setting بيشيل, set him free بيشيل منه الرباط he was taking off those bondages or chains ويساق من الشيطان للبراري so he would take him to the desert places بيعمل ايه What is he doing? What is he trying to do to him? Take him to the desert place? He tries to take him to a place where there's no solution, there's no point. He wants to make you lost. He wants you to take you to a place that you don't know where you're going. You don't know where the journey ends. A a journey that has no point. You don't know where you're going or where you're coming from. The devil wants you to be lost. Let's see what the people doing from this man's point of view. The people from this city First thing, the people would be chaining him. 29, they were chaining him. يشوفوك الناس تعبان يروحوا مأيدينك بسلاسل. People see you weary, they just chain you up. When they see there's hardships coming from you, they'll chain you up. The next thing. على 32 verse 32. يقول الكتاب. The Bible says. ان هما كانوا بيرعوا خنازير. They were herdsmen of pigs. في العهد القديم. In the Old Testament. الخنازير دي ما كانتش ما كانتش صالحه للاكل ولا للذبيحه ولا لاي شيء. These pigs were not good for eating or sacrifices or anything. بل بالعكس ما كانتش المفروض تكون موجوده معاهم خالص. But really ناكسة. they had not even been there. They were unclean ناكسة. animals. They were unclean animals. كانوا بيرعوها ليه؟ Why were they selling them? بيرعوها ليه؟ or Why were they taking care of them? بيعملوا شيء خطأ. They were doing the wrong thing. In verse 32, it also says. When they were taking care of these uh, pigs, where were they taking the care of them? In the mountains so no one will see them. So you have a problem when you go to people to help. You with that Take note because people may be doing the wrong thing. ولما الناس تكون بتعمل الشيء الخطا thing, ممكن جدا يعزموا عليك تقول لك تفضل معانا نعمل الشيء الخطا تاخد بالك لانه so الناس ممكن aware. تقودك للخطا so بيقول في عدد 34 ان الرعاه ابتدوا يشوفوا ان الراجل اتحرر الراجل اتحرر والخنازير خدت الشياطين وهربت للبحيره And the pigs were, took hold of the demons and they went into the, the. What is the point of the shepherds? In the lake, sorry. What was the point of the shepherds here? The shepherds actually flee. All those years, this man was oppressing you. And <laughs> you saw him Shouldn't you rejoice that what the Lord has done for this man and set him free? لا دول هربوا no, they بدل ما يفرحوا هربوا instead of rejoicing they left عدد 34 ايضا in verse 34 also الرعاة ذهبوا للمدينة عشان the, يخبروا باللي حصل the herdsmen actually went to the city to declare what had happened وانا كنت افرح لو اسمع انهم راحوا للمدينة وقولوا لهم يا جماعة في واحد اتشفى I would love to hear that he went to the Someone's being, being set free. Someone's so, being delivered. So, but they didn't do that. They said to the people, we've lost our pigs. We've lost our pigs. This is the most important point that, they, that deals with them. The people. الحيوان كان عندهم اهم من البشر شيء يحزن تشوف الموقف بهذا الشكل الشيطان بيعذب في هذا الشخص والناس bad. ما بيساعدوش بل بالعكس بيزودوا المشكله But اكثر the don't help, they make the worse. لكن شكرا للرب But thank be to God. هناك حل that there is a life عند قدمي يسوع there is life at the feet of Jesus أنا عايزك تشوف النهاردة عند قدمي يسوع حصل at the feet of Jesus let's see what happens الأمور اختلفت the situation totally changes لما جم الرعاة وشافوا الموقف the, the herdsmen come and see the situation لابسا وعاقلا وجالسا عند قدمي يسوع بدل ما ابليس كان انستغر الدّفل وز بينينغ هيم والناس كانت بتأيده عند قدمي يسوع اتكسرت القيود اتكسرت القيود انا ما اعرفش ايه موضوعك وايه الشيء اللي ممكن يكون مقيدا مش عارف تخلص منه وتعبان منه And what's wearying you and you're weary, I invite you to come at the feet of Jesus. Let <laughs> your chains and your bonds be broken. After that the devil was uh, making him naked, جملة, ooh, they found him dressed at the feet of Jesus. The devil wants to expose you and, and make you naked. But at the feet of Jesus, the Lord wants to protect you and cover you. He does not want you to be exposed. He wants to cover you from your situation. He wants to cover your mistakes. Cover your mistakes. Anybody Anybody says, Lord, I want to be covered from my mistakes. Cover me by the blood of Jesus. see وحاكل. me closed and right-minded. Instead of the devil taking his mind away, and sometimes this, the name of him would be the madman. But at the feet of Jesus, he was in this sound mind. And it says that he was dressed and in a right mind. He was dressed and in a right mind. I wanted to I want to go to the feet of Jesus. And that the People will declare that I am in the right mind. <laughs> and it will, will take place at the feet <laughs> of Jesus. <laughs> and instead of the, the devil snatching him or <laughs> seizing <laughs> him. But at the feet of Jesus. <laughs> he was set and he had a place. <laughs> Anybody said hallelujah? <laughs> hallelujah. Hallelujah. بعد ما قلنا في الاول انه ابليس خلاه ما عندوش بيت ما عندوش راحه when we said first that he had no place and no rest يسوع قال له ايه قال له ارجع الى بيتك go back to your home هو oh, بقى له بيت does he have a home هيكون له راحه he has going to have rest بقى له بيت he has home وهيرتاح في بيته and he's going to rest وهياخد راحه خاصه لانه a ذهب عند rest قدمي يسوع because he had the

i'm going hallelujah, hallelujah. And this man became an evangelist you know that the people actually refused jesus to come into that city the herdsman said look we've lost our pigs just get out of here go just go just imagine he as someone coming to jesus and telling him go

دول هيموتوني كل الخنازير ماتت بسببي ما تسيبنيش هنا خدني معاك الرب قال له لا خليك في المدينه go to the city واكرز في المدينه دي and declare what the lord واعلن انا عملت معاك ايه and declare what the lord has done for you هذا <applause> الحمد المدينة دي أصبحت فيها كارز عند قدمي يسوع. لا تحرير. لا شفاء. لا راحة حقيقية. محتاجين بعد جيجي عند قدمي يسوع. عشان زورها يتسلك. هاللويا خلوني اختم معاكم من القصة الأخيرة الصغيرة خالص. لوقا 13 11 ل 13. 13, 13. كان في امرأة. There was a woman. اسمها امرأة. Her name was a woman. كان بها روح ضعف. ثمانية عشر سنة. For 18 years. وكانت منحنية. And so she bowed down ولم together. تقدر أن تنتصب الباكية. لما راها يسوع. دعاها. And when see, Jesus saw her. دعاها. He called her and said. قال <applause> لها. And said to her: يا امرأة. Woman. انك محلولة من ضعفك. You are delivered from all your infirmities. مين مريض اليوم؟ في حد مريض اليوم؟ في مرض who's عندك؟ حد هنا مريض؟ anybody here sick today? حد, حد كده زي انا مريض برضه؟ anybody كدا? who's here sick like me? من يحب يسمع صوت يسوع الحلو بيقول لك محلول من ضعفك, من ضعفك. Say, محلول من ضعفك محلول من ضعفك انت اليوم مشفي باسم يسوع وضع عليها يديه And he placed his hands on her. What على فكرة Quickly. اللي أنا بقوله لك ده يا ريت نتعلمه أنت في البيت تعمل نفس الشيء لما تقرأ قصة ابتدي حللها بالشكل ده لو تقدر. عمل الشيطان في الست دي؟ What did the devil do أعطاها الشيطان روح ضعف. The devil gave her a spirit of infirmity. ما لو حد حاسس بضعف في امر معين. ما عندهاش قوة. She had no will. قوة. Oh, power. Sorry. ما عندهاش قوة في الجسد. She had no power in the وربما in the flesh. ما عندهاش قوة نفسيا. Even though she had no, مكسورة uh, though ان هي مكسورة وضعيفة. قعدت كده قد إيه؟ And she stayed for how long? 18, 18 years. I heard someone say, Leave me in sin for a couple of months and see what I can do. The devil does not write a contract out with you. هتخش معاه بكم شهر مش You're هتطلع go months, مش هتعرف تطلع you will not be able to come out إلا بلمسة من يسوع أنا معلش الست دي ابتدت إزاي اللي حصل معاها ده وايا كان مش هحكم عليها woman, لكن ابليس قاعد معاه 18 سنة but the devil bound her for 18 years. لما بيخش بيت بي مش عايز يخرج زائر عجيب He's a very bad visitor. He doesn't like to leave. Not to go a little and come a little. No, he does not want to leave. This woman was bound and broken. The physical منحنية. was broken and her physical was broken. 10, In verse 11, she could not get even completely be erected, she was like this. ما تقدرش تقف زي كده. تعرف تعرف وانت واقف كده ومناصب نفسك كده انت في نعمه. When you know that you دي up عرفت يعني ايه نعمه انك تبقى منتصب كده. she دي ما كانتش بتشوف غير رجلين الناس. أنت بتعرف الناس من شكلهم she you know the by their faces. ممكن واحد يقول لك بعرفه من عينيه من دقيقتهم شكلهم ممكن أنت تشوف غير رجلين على طول موطيه كده ابتدت تشرف راسها كده على طول موطيه يعادي قدامها واحد would come past. يمكن حفظ شكل الحذاء بتاع she الناس شايف حذاء قدامها اه ده فلان الفلان انا عارفاه من الحذاء بتاعه واحد يعدي شوف الحذاء بتاعه ربما يكون بيتريق عليها إيه كذي ايه المنظر الغريب ده ماشيه كده على طول مطية هي سامعه الصوت وشايف الحذاء شايفه القدمين شايف القدمين well. والراجل عمال يتريق عليها وربما يجي قدم تاني وتبص عليه واحد يكون يبتدي يلومها يقول ايه ده دي اكيد عملت خطيه علشان كده ربنا بيعاقبها اكيد الست دي في خطيه وحشه هي بص على الرجلين وسامعة ان واحد عمال يقول انت خطية انت her. وحشة. You are bad. واحد عمال يلومها. وربما تشوف واحد تاني. تشوف الرجلين. And look at the other تعرف هو مين. وسامع الصوت. وتقول انت مش من حقك تخش الهيكل. انت مريضة، انت ناقصة. انت ملكيش حق تيجي هنا. وعمالة تسمع. And you're listening to things. One judging. One, one looking at her. Mocking one her. One mocking her there. One laughing at her. Another one bringing his children to look, غريبة, look at her. It's an unusual. Scene. Come, let's look at her. And everyone looked and saying something about one day. One day. Looked. And she saw some feet. تختلف <تغنية> عن أي رجلين. Different from anyone that she'd seen before. رجلين مختلفة الرجلين. Different feet that she'd seen before. عجيب أنا بص على القدمين دول وأنا حاسة بسلام. Looking at those feet, I feel peace. أنا حاسة بفرح وأنا بص على الرجلين دول. I love and I look for joyful and I feel when I see these. أنا مش سامعة حد بيلومني. أنا مش سامعة حد بيديني أنا مش سامع حد, <laughs> حد بيقول لي أنت اللي دخلك الهيكل أنت مش مفروض تخشي. أنا مش سامعة واحد بيتريق عليا. Someone is saying a thing. I'm hearing something different. I hear someone say, Hallelujah. you are sent me from your infirmities. Oh, Hallelujah. Where? What happened? Because I'm at the feet of Jesus. I'm at the feet of the Lord of Lords and the King of Kings. I'm at of Lord of King of Kings. Because at the feet of Jesus. The weakness flees. This weakness totally goes. She had weakness. The devil gave her weakness. You know that one word from Jesus would set her free. The Lord if he decides just put one finger on someone that they will be set free. الرب يسوع ما رضيش يعمل كده. عمل الكتاب بيقول عمل ايه يعني؟ What did the Bible say that he did? حط ايديه الاثنين عليها. عايز places ابليس ادالك ضعف. The devil gave you وانا ما عليكي بكل القوه اللي عندي I يا بنتي خدي القوه كلها ومحلوله من ضعفك حد قال هللويا حد قال هللويا اللي عملوا ابليس 18 سنه She was bound by the devil 18 years. منها. But the Lord instantly فعص. delivered her. At the feet of Jesus, there's something special. The last two feet that she saw before she was erected. All the weakness, all her sin, all her... Ended at the feet of Jesus. And the first that when she erected the first <laughs> face that <did> she see, <laughs> the Lord Jesus Christ, Christ the glory and of the Father and the <glory> Father. <laughs> And she glorified God, the Bible says. <laughs> because she saw the face of Jesus. Today we're <laughs> going to take the communion, we're going to pray laying on of hands. أنا حابب إنك تجيب ضعفك وتقول يا رب أنا عايز ضعفي ده ينتهي عند قدمي يسوع. I want you to bring your weakness and say Lord I want this weakness to تسبيح. end at your feet. فريد تسبيح لو سمحت. Praise أعرف. and worship team please come up. وعند قدمي يسوع لما let the ينتهي feet of الضعف Jesus ده والمتاعب دي. When the weakness flees and stops. i ask you to look at the face of jesus so that you can glorify the lord. today we said we're going to pray for those who need healing. With the laying of hands. we're going to take first communion. then we're, when we're taking the cup i'll ask the people who are in need of prayer to come out.